بقى. وسع يا جدع، وسع يا جدع. يا جدع انت ما كنا بتدور يا غبي انت، وهو ده مالنا بيه صاحب المصنع. حقك على راسي من فوق يا سعاده كبيره، احب عليه انت خليه يديني حصته فلوسه جاهزه زي الكل. وانا كمان فلوسي جاهزه وقبل من كفاياكم صداع يا خجر، اللي هيتكلم مش هيسمع، مش عايز اسمع نفس. وروني بقى ايه اللي بيحصل ده؟ كيف تقبلوا الاهانه كانكم واخدينه ببلاش مش بفلوسكم؟ انطقوا. مش هيردوا عليك يا مناع بيه، مش هيردوا عليك لانهم عارفين ان كلمتي واحده، واللي هيتكلم مش هيصرف. اقصى عليكم، اقصى عليكم. ازاي تقبلوا الاهانه من واحد خواجه؟ هتكسبوا كام في الطن؟ انت بتقول ايه يا مناع بيه؟ انت عاجبك الفوضى والغوغاء اللي هم فيها؟ انا بعلمهم النظام. انت بتذلهم باكل عيشهم، وانا ما بقبلش اهل بلدي يتذلوا. مناع بيه انا بعلمهم النظام والتحضر. بالحجه. انما الحقيقه انك مستمتع بوقفتهم قدامك زي الطرابير. يلا غوره، جاتكم غوره. كل واحد منكم يطلع بره المصنع ويقدم طلب، وانا ابقى احدد له ميعاد يجي ياخد حاجته مرفوع الراس. ربنا يخليك لنا ويطول عمرك يا سعاده الكبير. اما انت يا خواجه، انا احرمك من المتعه دي وادير المصنع بنفسي. برافو يا ستيف، تصوير هايل. اجمل اللحظات بقى لحظات التتويج، واقامه مملكه المخدرات في مصر اصبحت امر واقع. المهم يا بروفيسور ان اهل النجع كلهم سلموا بوجودنا في وسطيهم واعتبرونا منهم واصحاب الكلمه عليهم كمان. الكل عايزين يكسبوا رضانا، خاصه لما شافوا بعينهم السلاح اللي احنا جبناه للنجع. المهم عايزين البيت ده يخلص ويبقى شبه بيت حسان او البنداري. ليه يا بروفيسور؟ انت ناوي تقعد هناك على طول ولا ايه؟ عشان تحكم النجع ويبقى لك هيبه لازم يبقى بيتك زي بيت الكبير بتاعهم. ده رودي بيكلمني من سوهاج، بيعمل شغل حلو قوي. ايه يا رودي اخبارك يا حبيبي؟ للاسف يا بروف اخباري مش حلو، مناع بيه طردني من اداره المصنع. ولا يهمك، سيبه يقعد مكانك يومين هيلاقي نفسه بيعمل اللي انت بتعمله، وهيفهم انهم هما بيحبوا يتذلوا. انا لو بعت مناع ممكن يتدخل في شغل الخبراء الاجانب بتوعنا. مستحيل حد هيقول له اي حاجه، كل اللي هيعرف يعمله انه هيقف ينظم طوابير تجار اللي كل واحد فيهم هيموت على حصه سماد. برضو وجودي بعيد عن المصنع في وجود مناع خطر ما تستهونش بيه. هديله فرصه اسبوعين يلف حوالين نفسه قبل ما اتصل بيه وامره يرجعك حسب بنود العقد. يعني اطمن من ناحيته؟ اطمن خالص، مناع هو اللي في ايدينا مش احنا اللي في ايده. سيبه يدوخ شويه واتحدى انه يمسك علينا اي غلطه. هقول ايه؟ اوكي يا بروف، بس لو سمحت انا عايزه هو اللي يجيني لغايه عندي ويتحايل عليا عشان ارجع مكتبي تاني. اوعدك يا رودي هيحصل. اوكي يا بروف، باي. انا هتجنن يا دكتور جمال، كل الفلاحين اللي بيستعملوا السماد بتاعنا مش قادرين يستغنوا عنه. والله انا حسب معلوماتي يا مناع بيه تركيبه السماد ما فيهاش اي حاجه خطر، وحتى المواد اللي بيخلطوها كلها مفيده جدا للزرع، وكمان بتزود نسبه امتصاص الجذور للسماد. لا قلبي حاسس انه في حاجه غلط، الناس دي ما يجيش من وراها خير ابدا، ولو جه يبقى من وراها شر اكبر. ده مبدا عندي. ما اقول لك ايه يا دكتور، عايزك تجمع عينات من كل الاراضي اللي بتستعمل السماد بتاعنا في كل البلاد وتعمل لها تحليل، شوف حصل تغيير في التربة ولا لا. قصد حضرتك زي موضوع المبيدات المسرطنة اللي حصل قبل كده وبوظت الأرض؟ حط كل الاحتمالات، اقفل على نفسك المعمل واشتغل ليل نهار، وأنا واثق إنك هتوصل لحاجة. لو ثبت صحة الشكوك دي الموضوع هيبقى خطير جدا يا مناع بيه. أنا سألت واحد من المزارعين اللي بيستعملوا السماد بتاعنا، قلت له ليه بطلتوا تستعملوا السماد اللي متعودين عليه؟ قال لي حاجة غريبة، قال لي أرضه بقت مدمنة سمادنا، حتى الأرض فيها إدمان، يبقى هيجي منين الخير؟ شفت خاطري غالي عليا كيف؟ أنا حطيت راسي وراس عيلتي قدام أخوك مناع عشان لما أطلب يدك ما يقوليش ليه.
بس انت ما تقدرش تعمل اللي بيعمله مناع، يعني ما تطيتش بكيفك ولا حاجه. ليه؟ هو كان اخوك بيعمل ايه؟ انا ما نقدرش نعمله. واه، غير بس خلطه الحشيش. بس خلطه الحشيش؟ ليه؟ مش اخوي مناع ده اللي شايل راسه على يده وماشي يبيع في الحشيش وكلكم ماشيين وراه؟ الحديد ده قد ايه من اسمه؟ دلوقت بعد تفكيك الخواجات الجديده خلاص التسليم هيكون هنا والدفع فوري كمان. قصدك يعني لو معاك سر الخلطه مش هتخلي اخوي مناع هو ملك الناجح؟ ما قلت لك اسمه، انا تنزلت له عشان خاطر عيونك انت، وانا دلوقت ملك الناجح في غيابه، يعني مش محروم المملكه ولا حاجه. طب وغلاوتي عندك؟ احلف لي ان عمرك ما هتناطح اخوي بعد كده. انا اقف قدامه واناطحه في حاله واحده بس، لو عاند وما رضيش يجوزني ليكي وما قدرش معروفي. للدرجه دي انا غاليه عندك يا همام؟ واغلى من حباب عناي يا حبيبه قلبي. طب هتطلبني منه ميت علشان يعني ابقى مهد لامي الحكايه قبلها؟ مش قبل ما نطبخ الحشيش وندفنه في الرمل، لو فتحته قبل كده ممكن يعاند ويرفض ويضيع علينا زرعه السنه بحالها. أعمل إيه؟ أخوك الوحيد اللي معاه سر الطبخة. لا، معايا أنا كمان سر الطبخة في يدي كيف ما هو في يد أخوي. إيه؟ بتقولي إيه؟ سر الخلطة معاكي؟ أحب على قدك هنسمة تقولي لي سر الخلطة إيه؟ لا، السر ده هيفضل جواي لغاية أخويا ما يعاود. لو وافق على جوازنا ساعتها هجيلك بيتك والسر معايا، وساعتها أبقى ملكت الدنيا بحالها. يبقى ما تصبرش، أول ما أخويا يحط رجله في الناجح اطلبني منه، وأنا هتكلم مع عمي علشان ألين دماغها يعني، وما تقولش لا. صدقي بالله أنا نفسي أخوك يعاود الليلة. يعاود وقت ما يعاود، المهم لما يعاود تكون جهزت لي بيتي ليك بمقامي. مش لاقد عليكي بيت أبويا ولا إيه؟ لا، أنا عايزة بيت لوحدي أنا، وبعدين ما اقدرش اعيش مع امك واختك رقيه واولادك في بيت واحد. خلاص، خلي الرجاله اللي بيبنوا بيت الخواجات يبنوا لك بيت جديد، ومحدش يقدر يسالني انت بتبني ليه. ربنا يستر، انا عمري ما خبيت حاجه على مناع، وهو طول عمره ستر وغطى علي، مش عارفه ليه قلبي مكبوت. ربنا يستر. انت كل يوم كده تروحني بعد نص الليل. مناع بيه قال لك تتزرع هنا جنبي، عايز تمشي مع السلامه. تبقى انت عايز تقطع عيشي. اوه، خليني بقى اركز. روح افتح وما تدخلش حد لما اقول لك. ايوه حاضر. افتح يا بابا انا مناع. حاضر يا سعاده البيت. اتفضل اتفضل اتفضل. اقف قدام الباب بره. حاضر. واقفله كويس. ازيك يا دكتور؟ كويس انك جيت، كنت هتصل بيك النهارده. وصلت الحاجة تقريبا، لو ظني طلع في محله تبقى كارثه. شش اقفل، تعال اوصلك وفي الطريق نتكلم. يا اولاد الشياطين، انا كنت بقول من الاول اكيد تركيبه السماد دي وراها حاجه خطيره، لكن ما فيهاش حاجه ممنوعه ولا حتى بتضر بصحه الناس. ضررها يا دكتور، هو لما الارض تضم من غير السماد دي ما يبقاش ضرر البلد كلها. صعب نثبت الكلام ده من نعبي إلا إذا الوزارة شكلت لجنة من كبار الدكاترة وأخدوا عينات من كل الأراضي اللي استخدمت السماد بتاعنا وعملوا عليها نفس التجارب بتاعتي.